نحن اليوم موجودين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح أسترانزيكا. هذا اللقاح هو آمن وفعال. يعني أكيد سمعتوا كتير تقارير عن هذا اللقاح. أنا اليوم أخذت هذا اللقاح لحتى نوصل رسالة إنه هذا اللقاح آمن وفعال، وبدعي كل الأشخاص اللي فعلاً بدهم يحافظوا على حياتهم وعلى أحبائهم إنه يأخذوا هذا اللقاح. فرق الدفاع المدني والخواز البيضاء هي من أحد خطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا في شمال غرب سوريا، لذلك نحن اليوم أخذنا اللقاح، ورح متطوعي الخواز البيضاء أيضا رح يحصلوا على هذا اللقاح ليحصنوا أنفسهم ليكونوا قادرين على خدمة أهلنا في سوريا والاستجابة لعمليات التطهير والنقل والاستجابة للحالات المصابة بفيروس كورونا.